من أحاديث الفتن التي ذكرها البخاري رحمه الله ينقص العلم، وفي رواية يقبض العلم، وفي رواية يرفع العلم، وفي رواية ينزل الجهل، وفي رواية ينقص العمل. كيف يقبض العلم؟ بقبض العلماء. وليس معنى ذلك أن العلماء كلهم يندثرون، لا، تبقى منهم بقية، ولكن يكون هؤلاء العلماء مندثرين مغمورين في صفوف الناس، لأنه لا قدر لهم ولا قيمة عند الناس. وإذا رفع العلم حصل الجهل، وإذا حصل الجهل ماذا يحصل من العمل الصالح؟ يقل وينقص. وقد يكون نقصان العمل بسبب اشتغال الناس بالفتن، فإذا اشتغل الناس بالفتن وعمت وطمت نقص عملهم. ولذا يؤيد هذا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العبادة في الهرج، يعني في الفتن وفي أيام القتل، كهجرة إليه، لعظم العبادة في زمن الفتن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند ابن ماجه: يدرس العلم كما يدرس وش الثوب، يعني أن العلم يزول كما يزول نقص الثوب، حتى لا تعرف صلاة ولا صوم ولا صدقة ولا نسك. فيقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية.